درسنا اليوم إن شاء الله بعنوان الجمع بواسطة خط الأعداد. الهدف من هذا الدرس أن تستطيعوا جمع عدد صغير مع عدد بين 10 و19 باستخدام خط الأعداد. قبل أن نبدأ، لابد أن نفرق بين الجمع والطرح. أخذنا سابقاً الطرح باستخدام خط الأعداد، واليوم سنأخذ الجمع باستخدام خط الأعداد، فلا بد أن تتعرفوا على الفرق بين الجمع والطرح، فمن يقول لي ما الفرق بينهما؟ الجمع هو العد تصاعدياً، حيث أبدأ من العدد الصغير إلى العدد الأكبر، في كل مرة أزيد، أما الطرح هو العد تنازلياً، أنزل أبدأ من الأعلى وأصل إلى العدد الأصغر. في الجمع أخذنا الجمع على شكل ضم، مثلاً 8 + 6. كيف أجد المجموع هنا؟ أضع العدد الأكبر في عقلي، العدد الأكبر هو 8، وأضع في أصابعي 6، وأكمل العد من 8، 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14. الناتج هو 14.